في ملف آخر تستغل الحكومة اليمينية في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو كل فرصة لتؤكد تمسكها بسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة كل القوانين الدولية التي ترفض سياسة الأمر الواقع التي دابت إسرائيل على فرضها بؤرة عمونة الاستيطانية العشوائية والتي تعني أنها غير شرعية حسب قوانين الاحتلال الإسرائيلية نفسها أصبحت بؤرة ابتزاز إسرائيلي جديد فمع رفض سكان عمونة المغادرة اتفقت معهم الحكومة على نقلهم إلى أرض يملكها فلسطينيون بينما أوعزت لوزير الأمن بهدم منازل عربية تعتبرها غير شرعية تؤوي نحو 90 ألف فلسطيني في وادي عارة والنقب والقدس الشرقية المحتلة بعد اسبوع سينتهي الموعد الذي حددته المحكمة العليا الاسرائيلية لهدم مستوطنة عمون القائمة على اراضي مزارعين فلسطينيين لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر نقل المستوطنين الى تله قريبه من عمونا يملكها فلسطينيون ايضا. لم تكن هناك حكومه اكثر اهتماما بالاستيطان في تاريخ اسرائيل كما هي حكومتنا ولن توجد حكومه اكثر اهتماما بذلك ونحن نبذل كل جهد ممكن للحل. بموازاة ذلك سارع نتنياهو إلى الإعاز لوزير الأمن الداخلي بالشروع في هدم المنازل التي تعدها إسرائيل غير شرعية في منطقة وادي عارة والنقب والقدس يحاول أن يخلق معادلة لامتصاص غضب اليمين بحيث أنه سيهدم للعرب وهذا الأمر طبعا سيرضي اليمين عندما يرون أن أسرا عربية ستتشتت قريبا في حين أنه سيستثمر في إخلاء عمونة ما لا يقل عن 130 مليون شيكل. ويواجه فلسطينيو 48 مشكلة في الحصول على تراخيص بناء بسبب الإجراءات الرسمية التي تماطل في تخصيص أراضيهم لغرض البناء أبو سائد هو أحد من اضطروا للرحيل عن منازلهم بانتظار قرار رسمي يعيده إن تم ترخيص المنزل أو يلزمه بهدمه بنفسه طلعنا من الدار على اتفاقية إنه نأكل بحر سنتين كل ما استط... حينما نستطيع إنه نأخذ رخص ونرجع على الدار ما دام فيش رخصة ونستنى لحم مدة سنتين بعد سنتين وبعدين عملوها سنتين ونص بعد سنتين ونص إذا هذا لازم نهد بدينا على رأيهم نحو خمسين ألف منزل في أراضي ثمانية لم تحصل حتى الآن على ترخيص رسمي للبناء وهو ما يدخل بعضها في دائرة خطر الهدم لا تترك الحكومة الإسرائيلية بابا إلا وتطرقه لإيجاد حل لمستوطنة قائمة أصلا على أراضي الفلسطينيين بينما توجه عقوباتها ضد فلسطيني ثمانية بعد أن منعت عنهم كل الحلول لتنظيم بلداتهم شرينون سكاي نيوز ودعاره معنا الآن من القدس رئيس الحزب الديمقراطي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق الدكتور طلب الصانع دكتور طلب مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه المعادلة التي يعني تحافظ عليها حكومة نتنياهو. إخلاء مستوطنين من هنا مقابل هدم منازل عربية هناك، إخلاء مستوطنة هنا مقابل إعطاء المستوطنين أراضي في أماكن أخرى، هذه هي يعني سياسة حكومة نتنياهو، السؤال هو فيما يتعلق بعمونا تحديداً تم أمر هؤلاء بإخلاء المنطقة ولكن تم نقلهم إلى منطقة فلسطينية أخرى يعني ما الفائدة من هذه الحركة برأيك؟ أخي الكريم قضية الاستيطان هي جزء من العقيدة الأيديولوجية الصهيونية وقضية سرقة الأراضي الفلسطينية هذه حكومة بنهجها تتبنى نهج قانون اللصوص يعني تقوم بسرقة الأراضي ثم محاولة سن قوانين لشرعنة هذه السرقة هذا كان بكل فلسطين منذ بداية الوصول والانتشار إلى في فلسطين التاريخية والان نرى ذلك ايضا في الضفه الغربيه بالرغم من ان كل المستوطنات وفقا للقانون الدولي ووفقا لوثيقه معاهده جنيف الرابعه، كل هذه المستوطنات هي غير قانونيه، ولكن الاكثر من ذلك انه هنالك مستوطنات او بؤر استيطانيه هي غير قانونيه حتى وفقا للقانون الاسرائيلي نفسه، م. وكانت هنالك محاميه تدعى تاليا ساسون في النيابه العامه قدمت طرح وفقا لطلب الحكومه على أكثر من 120 بورة استيطانية غير قانونية بما فيها أمونة هذه أقيمت على أراض في ملكية خاصة والمحكمة الإسرائيلية محكمة المركزية والصلح والعليا قرت بأن هذه مستوطنة غير قانونية الحكومة الإسرائيلية تقوم بانتهاك قرارات المحكمة الإسرائيلية نفسها وتلتف عليها هذا يؤكد يعني عدم دستورية العمل عدم الالتزام بالقانون أن الاستيطان فوق القانون وفي نفس الوقت الذي تقوم بكل بانتهاك القانون الاسرائيلي وقرارات المحكمه الاسرائيليه لاقامه مستوطنه على اراضي ملكيه خاصه تقوم في المقابل بهدم بيوت عربيه، العرب م. في فلسطين في الداخل نشكل 20% من مجموعة السكان، الفلسطينيين بالداخل يسكنون على اقل من 300% من الارض، منذ 48 حتى اليوم لم تقم اسرائيل باقامه مدينه او قريه فلسطينيه في الداخل واحده م. في المقابل اقامت اكثر من 750 تجمع سكن يهودي، إذا هذه سياسة سرقة الأرض أولا فلسطينيا وثانيا سياسة أبارتايد. نقوم ببناء لليهود كيهود وفي نفس الوقت نقوم بالهدم للعرب كعرب، تبني سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين وتبني تجاوز القانون الدولي والقانون الاسرائيلي بما يخص المستوطنين في الضفه الغربيه وهذا ما تمارسه الإسرائيل الان في قضيه عمونا يعني محاوله ارضاء الائتلاف ولكن على حساب من على حساب الفلسطينيين من خلال هدم بيوتهم كيف تقوم دولة تدعي الديمقراطية بهدم بيوت مواطنيها لأنهم عرب لا تقوم بهدم بيوت مواطنين إذا كانوا يهود وبالتالي هذا سقوط لخناع وزيف الديمقراطيه الاسرائيليه في نفس الوقت طيب دكتور طلب بما انه المحكمه العليا يعني اكدت في قرارها انه بؤره تعامون الاستيطانيه بنيت على اراضي فلسطينيه خاصه وبالتالي يجب على المستوطنين ان يخلوها الى اي مدى يمكن الاستفاده من هذه الثغره القانونيه او هذا البند القانوني او هذه الحاله القانونيه لتطبيقها على اماكن اخرى موجود فيها استيطان أولا نرى كيف أن هذا القرار الذي مضى على تنفيذه سنوات وحكومات الإسرائيل ليست هذه الحكومة الحكومات السابقة قامت بطلبات ومماطلة ومطالبة بالتأجيل ثم التأجيل وعشية النقل من أرض فلسطينية إلى أرض فلسطينية مجاورة وبشكل التفافي على قرار المحكمة كانت هنالك محاولة أسوأ بذلك وهي محاولة شرعنة رجعية ما يسمى ريترو اكتيف لكل البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية ويعني آه أن آه هذا قانون الذي قانون لصوص الذي يشرع عمليات السرقه ان يقوم المستوطن الاسرائيلي بالاعتداء على ارض فلسطينيه اقامه بيوت على هذه الاراضي ثم ياتي القانون ليشرعن السرقه ولشرع سلب الاراضي الفلسطينيه وكان م. مثل هذا القانون مطروح على جدول اعمال الكنيست وقر بالقراءه الاولى الان هنالك محاوله لتجاوز القانون على خلفيه رد الفعل الدوليه وان هذا يتجاوز يتناقض مع المبادئ الدستوريه أنا لا يمكن أن يكون هنالك قانون بأثر رجعي من أجل شرع عن وغيرها من بؤر الاستيطانية. على هذا الأساس نرى العملية الالتفاف القائمة. وبرأيي بأن هذا الحكومة يعني لا يردعها لا القانون الدولي ولا المفاهيم القانونية والدستورية الأسية في ظل محاولاتها للحفاظ على ائتلافها اليميني ورعاية وزيادة المستوطنين. أخي م. الكريم. علينا أن ندرك بأنه منذ توقيع أوسلو وحتى اليوم في عام عشيه توقيع اوسلو كان هنالك 160 الف مستوطن اسرائيلي ولكن منذ منذ اوسلو حتى اليوم تضاعف عدد المستوطنين ليصل الى 670 الف مستوطن ثم يتحدثوا عن السلام اذا العقليه السائده هي عقليه احتلال وعقليه استيطان وليس عقليه سلام وانهاء الاحتلال الاستيطان طيب هذا فيما يتعلق بالضفه الغربيه دكتور طلب تحديدا ماذا عن اراضي داخل الخط الاخضر ايضا هناك الكثير من العرب الذين يعانون من هذه المسألة كما ورد في التقرير قبل قليل عدد من المناطق المهددين أصحابها بهدم منازلهم بحجة عدم حصولها على رخص وكل هذه الأمور إلى أي مدى هذه المسألة يعني تشكل خطر وما الذي يمكن فعله لوقف هذه المشكلة هذه الخطوة تشكل خطرا جديا لأن هنالك خلق أزمة بشكل مقصود لم يتم توسيع الخرائط الهيكلية بالرغم من التطور الطبيعي للمدن والقرى العربية، خلق أزمة سكن ترغم المواطن على البناء غير المرخص، لا يتم منح ترخيص بناء ثم يأتوا للهدم بحجة عدم الترخيص. وعلى هذا الاساس هنالك الاف البيوت العربيه كما ذكر مراسلتكم هنالك ما يقارب ثمانين الف بيت عربي غير مرخصه ومهدده بالهدم هنالك قرى عربيه باكملها في النقب هنالك 35 قريه قائمه قبل قيام دوله اسرائيل ليس الان وليست مستوطنات هي اراضي قائمه فلسطينيه في الداخل قبل قيام دوله اسرائيل اسرائيل لا تعترف بهذه القرى ولا تقوم بمدها بالخدمات الاساسيه من شوارع وكهرباء وايضا تهدد بهدم بيوتها كذلك في الجليل والمثلث يجب ان نذكر ان على خلفيه المصادره كانت هنالك يوم الارض في 30 اذار 76 وكانت هنالك عمليات احتجاج الان على خلفيه هذا القرار الذي يشكل تهديد جدي للجمهوريه العربيه الفلسطينيه في الداخل لجنه المتابعه ستلتئم يوم الخميس القادم لاتخاذ سلسله من الخطوات للتصدي لهذا لهذه التصور المبني بدلا من البناء الهدم اذا الموضوع يخص المواطنين العرب ونحن من خلال تجربتنا في فترات سابقه كان للنضال الجماهيري وتدويل القضيه وفضح زيف الديمقراطيه ادى الى تراجع في هذه السياسه العنصريه وفي عام 80 تم اقامه لجنه تسمى لجنه ماركوفيتش التي قامت بالمصادقه على الاف البيوت التي كانت مهدده بالهدم اتوقع بانه في, نظ... في... على خلفيه الحراك الجماهيري هنالك حراك شعبي وجماهيري قوي سيتم ارغام الحكومه على التراجع على هذا القرار العنصري الذي يهدد بانتفاضة جديدة في الداخل الفلسطيني. انتفاضة المسكن والبيت. الذي هو حق أساسي لكل إنسان. شكرا لك دكتور طلب الصانع. رئيس الحزب الديمقراطي العربي. والعضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي كان معنا من القدس.